دكتور طلب الأسد، المدير موسي الصالح، أستاذنا موسي، إن نشوف أهل اللقية الحمد لله رب العالمين إنهم، والأستاذ فارس أبو نبيل صف الخامس علمتنا كمان، والمعلم أستاذ عبد الله، وصحبنا زميلنا محمد كمان كان تلجيت معنا. فأنا أول شيء بقول رئيس المجلس في جلسة خاصة ما بقدر يكون إني أنت موجود، فإحنا بنحيي فيكم وبنشكر الأخت رويدة على المجهود اللي قدمتها وبتقدم لبلدنا اللقية. والإنسان اللي ما له ماضي ما بيكون له حاضر. إحنا في اللقية ميانتي بتعرف، وكنا الصف السادس بنتعلم ميانتي في اللقية، وننتقل تعلم في الترم السابع ونسافر ونعاني. اليوم الحمد لله عندنا مدارس ثانوية، مدارس ابتدائية، خطيبات بناية، في بناية عندنا في المدرسة ومدرسة عبد ربه 6 قنين جداد، السنة هذه 5 قنين جداد كمان للولاد تبعنا الزوران اللي كانوا ما لهم مسيرة حنوخية. ونقول للمعلمين القدام الله يعطيكم العافية، والمعلمين الجداد كمان عليهم مهمة صعبة كمان انهم بدهم يقدموا الجيل المستقبل. والمعلم يظل معلم، بس اذا بيشكي يقطع الدكتور ويقطع المهندس ويقطع رئيس المجلس ويقطع على الله يعطيكم العافية، وبنحييكم ونطول عليكم. وأنا أخي إبراهيم، أهلا وسهلا.